فيريرا مكمل للموسم الجديد بنسبة 200%، سواء حصل ايه. هو الراجل جاي، الفرقة كان شكلها وحش في الدوري، والفترات اللي فاتت رجعنا تاني تصدرنا وخسرنا ماتشين بقى، يعني موضوع شوية رجعت كسبت اخر ماتش، فالموضوع لسه بدري وفي ايدك، الموضوع في ايدينا. الماتش اللي جاي بتتكلم في ماتش انت تكسب، هتصدر ضغط كبير جدا على النادي الاهلي بعد خسارته افريقيا. انت لو كسبت هتبقى مصدر له ضغط كبير زي السنه اللي فاتت، انت لما كنت كسبان وبتكسب وفارق. النادي الاهلي كان عنده مؤجلات كتير، رجع بدا يخسر ماتش، يتعادل ماتش، يتعادل ماتش تاني، يخسر، وانت خلاص انت فارق النقط اللي انت جايبه. انت لو فارق ال6 نقط اللي انت خسرتهم دول بتوع الدوري الماتشين اللي ورا بعض، كان زمانك دلوقتي فرق كبير جدا، كان زمان النادي الاهلي بيحارب عشان يرجع لك، كنت هتبقى عايز داخل ماتش القمه اهدى. لكن انت برضو داخل ماتش القمه، النادي الاهلي محتاج عايز يرجع لصالح جمهوره، وانت في نفس الوقت عايز تكسب عشان تحافظ، انت بطل الدوري، فانت برضو لازم تحل موضوع المشاكل دي كلها، ولازم تبقى اهدى، ولازم الناس تفكر بعقلانيه شويه. احنا الدوري صعب على الزمالك بالسكواد اللي موجود والشكل اللي احنا فيه الفترات اللي فاتت، والحته الفنيه ملخبطه شويه والكلام دوت، الدوري صعب جدا، فالاهدى والملتزم اكتر في الملعب هو اللي هيحقق الدوري السنه دي. يعني الامور الفنيه بس داخل الملعب هيتحسم الدوري في المصري في الملعب السنه دي برضه، مش امور تانية؟ لا، في حاجات كتير بتحسم الدوري، زي ايه بقى؟ في قرارات وفي حاجات اخطاء تحكيميه بتحسم الدوري، يعني في اخطاء تحكيميه اخطاء بتحسم. يعني مش هتبقى امور متعمده يعني. ما انا بقول لك اخطاء تحكيميه متعمده ومش متعمده، ده انا مش هخش في نيه حد، انا ما اخش في نيه حد، بس في اخطاء، في حاجات بتبقى واضحه يعني. ما هنشوف في التدوينات بتاعتك والتغريدات الفتره الجايه ما تقلقش انت، كده 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 انا كتاب مفتوح على السوشيال ميديا. انا بتفق مع بتفق الاول مع كابتن احمد عيد ان الدوري صعب على الزمالك شويه. ليه؟ انت مع عدم القيد الفترتين ده يعني اذى الزمالك جدا، مهما حصل انك فرقه ان انت هتكمل في تلعب في بطوله وتتصدر حاجه، وغير انك تاخد البطوله حاجه تانية. تاخد البطوله دي يعني انت يبقى لسه عندك دكه تقيله ودكه طويله والاصابات والكلام ده، فالعمليه مشوار طويل ومشوار صعب. بس انا عايز اعرف عند النقطه يا كابتن احمد ان الزمالك بيقول مش هلعب ماتش القمه الا لما الاهلي يلعب ماتشاته. انا مش مع القصه دي، لا دي مش مصلحه الزمالك. انت الزمالك الاهلي دلوقتي لسه عشان خارج من بطوله افريقيا، مجهد، في عدم اتزان، في احباط، في فاللي بيطلب الطلب ده من اجوان الزمالك بيدي يعني ايه، بيدي فرصه للنادي الاهلي ان هو يهدى كده ويلعب الزمالك هو يستعيد هيدا نفسه. يعني انا يعني انا مش فاهمها ان مسؤول نادي الزمالك يخرج يقول لك انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب ماتشاته. طب بالعكس، الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت بالطريقه دي، الطريقه اللي باتفاق كابتن حسين لبيب وكارترون، انت العب واضغط الاهلي، العب واكسب واضغط الاهلي، فمش شرط ان هي يعني. طب انت اما هتاجل، لا ده في مصلحه الاهلي مش في مصلحه الزمالك بصراحه كده يعني. الطلب طلب غريب ان انت بتطلب تاجيل دلوقتي، لا ده مش مصلحه الزمالك خالص دلوقتي. بس ما بتقول لك ده يمكن مبدا تكافؤ فرص يا كابتن، الناس بتتكلم فيه مثلا. ماشي، ما خلاص وجهه نظر، هو ادرى. هو ادرى. كل واحد ادرى، لكن انا ميزه فيريرا ان هو مركز في الملعب بس، حتى لما بيسالوه على لعيب جديد. التجربه الاولى هو نفس فيريرا؟ لا طبعا لا لا لا، مش هقول السن والكلام ده طبعا. الجهاز اللي معاه مش هو الجهاز اللي معاه، ده فارق بنسبه جهاز طبعا. بس كابتن احمد بيضحك كل ما اقول حاجه، عارف ان انا بتكلم صح، فهو ايه، هو الجهاز كان معاه الحقيقه جهاز قوي جدا. عبقري، كان معاه جهاز قوي جدا. يعني تاني حاجه معانا ان الولايه الثانيه اللي فريرا تختلف عن الولايه الاولى. انا بقول لك بكلمك في الجهاز طبعا، ده حاجه. تاني حاجه ان انت كان برضو عندك اللعيبه كان عندك 30 لعيب. 30 لعيب وكلهم قريبين من بعض، يعني زي سكواد مثلا الاهلي وسكواد بيراميدز، اللعيبه كلها قريبه من بعض، اي حد هيلعب فيهم هيبقى كويس. هو غير طريقه ليه يا كابتن احمد؟ عشان ما عندوش احمد توفيق، ما عندوش معروف. ايوه صح، ما اضطر غير طريقه، ما عندوش الكواليس. طب النهارده بتشيل طارق حامد من نص الملعب، انت مكشوف في الحته الدفاعيه. طارق مش موجود معاك، انت مكشوف في الحته الدفاعيه. طارق كان بيلعب احتياطي في الولايه الاولى. كان احتياطي. احتياطي لاحمد. لابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح. وكان عندك في نص الملعب، وكان عندك فراوده، عندك 4 5 فراوده بيلعبوا، مش عارف مين اللي يلعب. والله بالنسبه لابراهيم صلاح، انا كنت مره معاهم بره استاذ احمد في احد المباريات الافريقيه، اللعيبه مثلا مجهده من المطار والسفر كلهم، ايه كابتن اسماعيل كلمه قول له والنبي عايزين نريح النهارده مش عارف ايه، مفيش حد قدر كان يجرى. طب اللعيبه اقول لهم طب انتوا كده مش فارق معاكم يعني متضايقين؟ يقول لك لا بالعكس،
لانه الراجل ده عادل يعني. احنا ممكن مثلا يبقى مثلا متخوفين يتكلموا معاه في امور، لكن عندهم قناعه ان هو عادل في اختياره للتشكيل، في اختياره للامور دي. طبعا هو شخصيه من الشخصيات اللي اشتغلت معاهم، اشتغلت معاه راجل اتعلمت منه كتير كمان يعني. انا في الامور وانا كمدير فني، اشتغلت كمدير فني السنتين الثلاثه اللي فاتوا دول، اتعلمت منه كتير وبطبق حاجات كتير من الشغل بتاعه يعني. برضه السن بيفرق يا كابتن. هو بص يعني بعض الاوقات بيفرق، لكن انت برضه المقومات ايه الفتره المره الاولانيه ودلوقتي المقومات ايه.